سلطة ايه؟ البطاطس بالبصل والفلفل المشوي. تعالوا نقول المقادير، يلا بينا. انا هعمل ايه؟ هحط بطاطس مسلوقة مكعبات، دي انا سلقاها، عليها شوية فلفل احمر مشوي ومقطعاه جوليان، هحط عليها بصل جوليان، شوية زيت زيتون، شبت مفروم، وذرة حلوة، خيار مخلل حلقات، وبقى هعمل لها دريسنج رهيب. عباره عن ايه الدريسنج بقى بتاعي ده؟ اللي اول ما هتشوفوا الميكس عليه دريسنج هتقول لي الله، مش دي السلطه اللي بناكلها في الاوتيلات؟ هقول لكم ايوه هي دي بالظبط. عباره عن ايه الدريسنج بتاعها؟ بصوا، عايزه كوبايه زبادي، 4 معالق كبيره مايونيز، معلقتين كبيره مستارده، ماشي، معلقه كبيره خل تفاح، ملح وفلفل اسود، ورشه سكر، وللتزيين شويه فلفل ايه اللي انتوا بتحبوه ده، الهالبينو. تاني هعمل ايه؟ 2 زبادي، 4 معالق كبيره مايونيز، 2 معلقه كبيره مستارده، معلقه كبيره خل تفاح، وكمان ملح وفلفل اسود، رشه سكر، وللتزيين الفلفل الهالبينو. الخل التفاح بيسكر لي الحاجه. هنا بقى هختار بوله، معلش، الاول اقلب فيها كل المكونات واحط عليها كمان الصوص، مهم جدا جدا. خلاص ادي، دي سهله قوي بقى. بص، ادي البطاطس، ادي البصل، تمام، ادي الجزر، ادي الفلفل الرومي المشوي، ادي الذرة والشبت، ونحط شوية خيار، بتبقى حكاية. تمام، دي السلطة، نحطها على جنب كده، وتعالوا نعمل بقى ايه الدريسنج بتاعها اللي هو اساس بقى الوصفة دي. يلا، احنا قلنا ايه؟ ادي زبادي، كوبايه زبادي، اجيبها لكم كده ولا كده؟ تمام، كوبايه زبادي، خلاص، مايونيز، تمام، والمستارده، وادي السكر، والخل بقى التفاح، ونقلب بقى كويس علشان اللون يديني اللون اللي انا عايزاه. مايونيز مع سكر مع خل تفاح مع مستردة مع زبيت، وتفرجوا بقى على الحلاوة. طبعا رشة ملح وفلفل اسود على اي حاجة، رشة بسيطة اهي. اعمل بقى الدريسنج بتاعي يبقى سميك كده وخطير وحلو قوي. يلا نجيب بقى السلطة بتاعتي ونازل كل ده هنا، شايفين، وقلب بقى تقليبة مميزة. وبرضو حلاوة السلطات دي تدخل التلاجة يا جماعة، مهم جدا جدا انها تدخل التلاجة. ليه بقى؟ لما بتدخل التلاجة الخضار بيشرب من التتبيلة، الخضار عندي هنا بيتغلف بالتتبيلة وبياخد الدريسنج بتاعها وبياخد الطعم. بصوا اللون بقى، شايفين، هي دي السلطة اللي حقيقي كلنا بناكلها من بره. عايزة اقول لكم الطبق الصغير من ده في اي مكان السلطة دي بتعدي، يعني لو رحتوا اي مكان كده اللي بيبيع سلطات انتوا عارفين، ماشي، واخدتوا طبق سلطة زي ده 70 جنيه مثلا، لكن احنا عملناه اهو، و ما تكلفناش غير علبة الذرة، هي دي الحاجة اللي اشتريناها تقريبا. بطاطس موجودة وسعرها طبعا مش غالي خالص، شوية بصل، شوية واحدة فلفل مشوي، مش عايزة اكتر من كده، وشبت، وتعالوا بقى نقدمها. وزي ما قلنا يا جماعة ان السلطات دي تحب جدا تدخل التلاجة، ريحتها حلوة قوي.
خلاص. طبعا شويه فلفل كده من اللي قلبكم يحبوا على الوش، ويبقى كده تمام التمام. سلطات وافكار كلها اهي مميزه جدا، وكلها ما فيهاش اي بروتين حيواني ولا حتى سمك. لعبت النهارده بكل حاجه، كل ما هو نبات وبشكل صحي، يعني تقريبا احنا ما عملناش اي حاجه، لا قلي ولا اي حاجه. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نشوف الباص الفئه. حلو قوي، حلو قوي، استوى وطري معايا. طيب تعالوا نطلعه. ماشي اهو، تمام. وتعالوا بقى نحطه في الطبق بتاعنا وننزل عليه الخلطة. اقول لكم بقى تشوفوا بعد الفاصل، علشان انا هرجع خلاص ماليش علاقة بالطبخ والمطبخ، ليه علاقة بيكي انتي وفقرة جمالك من مطبخك. استنوني بعد الفاصل.